شو السالفة يا عيال؟ حنا بصراحة يا عامر حسينا ان حنا كسرنا خاطرك وزعلناك امس بصراحة، يعني قلنا نراضيك بهالذبيحة الزينة. سم تفضل يا عامر. هي بس انا ما غسلت. جبنا الموية اللي عندك، اتفضل غسل يدك. بس بروح الحمام وجه. ولا تعب نفسك حبيبي، تعال تعب ولا اي شيء. ها تفضل الى عندك تفضل. اخر بس الحين عرفت ليش جايبين المفطح؟ شفت الذهب وجايين تسقونه علي؟ مخاف